مساء الخير. بتقبين فخامة الرئيس الشهيد روني معوض في كتار اليوم متوقعين اني احكي عن التلاقي، اني احكي عن الحوار، انه اقول بكفي تجريح بلبنان. انا مش حاسة اني بقدر اقول هيك، هذا كلام قلناه كتير وقالوا كل الناس دايما قالوا بعجقة هالاحداث اللي عم بتصير بلبنان والشرق. حتى مع بعد بعرف مين عم يسمع مين بعد، وقديش بعد خيوط هالمؤامرة وهاللعبة بعد في شي بإيدنا من كل اللي عم بيصير. أنا اليوم جاي أقول كلام تاني، جاي أقول منكمل الطريق بالرغم من كل الصعوبات اللي واجهتنا وعم بتواجهنا، منكمل الطريق سوا، منكمل الطريق ونحن مسلفين السما دم الشهداء اللي ماتوا كلهم، كبار وصغار وزعماء وجيش، كلهم بقلوبنا صلاة عميقة للبنان، صلاة مستجابة. ما بعرف امتين ربنا بيجاوب، بس بعرف انه صلاة مستجابة، وبعرف انه من هلأ لوقتها كل واحد منا لبنان سيد حر مستقل بالمنفى، كل واحد منا لبنان بينطرنا. لبنان عمره أزل، مش عمره سنة وسنتين وخمسين سنة وستين سنة، لبنان عمره أزل. من هلأ للأرض ترجع لنا مثل ما نحن منريدها أن تكون إلنا، كل واحد منا لبنان بالمنفى، كل واحد منا مسؤول عن سيادة لبنان وحريته واستقلاله وكرامته وشرفه، كل واحد منا حامل فيه لبنان، حامل بذاته لبنان. طالما نحن عم نحكي عن لبنان السيادي والاستقلال بقلوبنا وعم نورث هالمفهوم لأولادنا، ما في خوف على الأرض، الأرض جاية ونقسم وسنبقى لأننا وأرضنا والحق.